أمينة من جديدة على وعليكم السلام. نذكروا بالرقم الأمينة 0533 40 11 12. ومرحبا بالناس ديال جديدة. الله يبارك فيك. كي دايره لاباس؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. بخير. تحياتي لكم والطاقم التقني والمستمعين. نعم غنعطيك على لا واحد الوصفة بمناسبة الشتاء. الحمد لله اللي رحمنا ربي بها. الحمد لله. البصارة. اييه كناخذوا واحد. وهي الوقيزه ديالها في الحقيقه. اييه بصارة اللوبيا العدس هذو كلهم. طريقة الوالدة. طريقة الوالدة الله يرحمها. هي اللي تندير دابا انا كنشدوا البصاره كنشدوا الفول كنقوه نغسلوه كما العاده نغسلوه مزيان واحد جوج غسلات ولا ثلاثه كنخلوه في داك الماء الاخر كنخلوه فيه في شي انيه كنديروا الماء في الكوكوط كندير واحد كركوبه ديال الثومه منقيه بلاتي من بعد من طبيعه الحال الفول من بعد ما نكونوا نقيناه شي شويه وعاد باش نديروا نغسلوه اها يعني غادي نديرو كره ديال الثومه منقيه اوراس الثومه مش كبيره بزاف كنديرو الكمون صين منقيه ماشي بشورها لا منقيه كطحن هي منقيه كلشي نحيدو المهم كنديرو الكمون كنقوها كنضيفو عليها الكمون كمون عاشق عاشق جوج عواشق صغار أو معلقة كبيرة بالناس اللي ما كيعرفوش العاشق شنو هي معلقة معلقة كبيرة وكنضيفوا عليها معلقة ديال زيت العود نخوف فيها ما نديروش الملح زيت العود ما نديروش الملح لأن الملح كتسخ الطياب ديال الفول وهذوك القطنيات ما كنملحهمش في الأول وكنسدوا عليها كنحسبوا ديك الساعة الا ربع ولا ساعة تطيب كنعمروا عليها بالماء ماشي نديروا شوية الماء كنعمروا عليها بالماء على حساب الكي إذا كان عندنا كيلو راه كنديروا ليه نفس الطريقة وكنعمروا عليه بالماء وكنخلوها تطيب ماشي بالعافية مجهدة شوية ما مهيلة ما ما ما, 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 ما طافية كنخلوها كطيب مزيان كنحلوا عليها لقيناها طابت كنخلوها تتبرد ما لقيناهاش طابت كنضيفوا شويه الماء كنزيدوا نعاود نسدوا حتى طيب مزيان كنخلوها حتى تبرد كندوزوها في الكهرباء طحال الكهربائي كنرجعوها للكوكوط ديالنا او اليدوي اللي ما كيبغاش مطحونه بزاف كل واحد وطريقته كاينه هذه كل واحد وطريقته وكنشدوا كسرونه كنديروا فيها زيت العود كنضيفو كنخلوها شوية في النار تسخن شوية كنضيفو على كنضيفو على معلقة ديال التحميرة نعم وشوية الملحة على حسب الرغبة وعاشق تاع الكمون عادي مطحونة نعم وسكينجبير والبزار نعم كنديرو نص كاس تاع الزيت العود نص كاس صغير ماشي كبير نص كاس وكيطيب داك الشيء مزيان ما يتحرقش وكنضيفو على ديك البصارة اللي طحنا نعم كنضيفو عليها وكنحركو كتبقى لينا ديك النكهة فيها كنزيدو شوية تاع الماء كنشلو بها ديك الكسرونة ونضيفوها على الكوكوط اللي فيها البصارة ونرجعوها طيب كطيب مرة أخرى كطيب مزيان وحنا كنحركو حتى كيندمج داك الخليط كامل حتى كتولي لينا تبان لينا عادية كلها بحال لون واحد وعلى حسب الرغبة الملحة كندوقو اللي بغا وكنحطو زبيطة ونحطو الحرور ونحطو حيت كاين اللي ما كيبغاش حارة كنحطو ديك السودانية وزيت العود والكمون اللي بغا يضيف داك الشيء وما شاء الله وبصحتكم وبركاتكم الله يعطيك الصحة يا لالا تبارك الله عليك دابا درتها يومين هادي نتيجة هائلة ايوا لالا بصحتك وراحتك الله يعطيك الصحة وبصحتكم حتى انتم الله يبارك فيك لالا يخطيك شكرا الله يبارك فيك لالا مرحبا